ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية أنخيل فيكتور توريس أن المغرب رفض استقباله. وقال توريس في جلسة برلمانية اليوم الثلاثاء أنه مستعد للقيام بزيارة إلى المغرب كما فعل أسلافه، لكنه لم يفعل ذلك لأن المغرب رفض استقباله. المسؤول الإسباني أضاف أنه يدافع عن علاقات جيدة مع المغرب كبلد جار، معتبرا في نفس الوقت أنه من غير المقبول أن يستخدم المغرب مواطنين في مواجهته السياسية مع إسبانيا بإرسالهم إلى سبتة على حد قوله. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.